الآن خلينا ننتقل إلى إضافة فورم الإضافة. أتبع Solution Explorer وضمن الـ Presentation Layer، ضمن الـ Presentation أضيف فورم جديد، Add New Windows Form، وهذا الـ Windows Form أقول أوكي اسمه هو فارم Form Add Category. أوكي، ضمن الـ Properties أعمل فين على الـ Properties، أنا راح أحتاجها باستمرار. ابدي على الويندوز ستيت اعمله نورمال، وبعد ذلك ستارت بوزيشن اعمله سنتر تو سكرين، بعد ذلك رايت تو ليفت اعمله يس، بعد ذلك اذهب على الفورم بوردر ستايل واجعله بالنو نون، وبالنسبه الى الفونت اغير الفونت الى ال بي سي 14. اوكي، نجعل الفورم الإضافة حجمه بهذا الشكل. أيضا أحتاج أغير الباك كلر، أغير الباك كلر إلى هذا اللون، اللون الأبيض وايت يعني. بعد ذلك أحتاج إنه أضيف ليبل وتكست بوكس وبتون، وأيضا الزر الخاص في الكونسول. طيب بالنسبة للزر الخاص في الكونسول أخذه من هنا، أخذه كوبي بهذا الشكل وأرجع للكاتيجوري بيست. هذا الزر الخاص في عملية الغلط. أوكي، نضيف على الجهة اليسرى والجهة اليمنى، ما فيها مشكلة. بعد ذلك نفس الشيء، آخذ ليبل، خلينا نكنسل هذا بهذا الشكل، آخذ ليبل من هنا، آخذ هذا الليبل نفسه، كترل سي كترل في هذا الليبل، وأبدي أغير في الفون سايز الخاص فيه، أجعله مقدار 50. أوكي، وأبدي إلى التكست وأقول هنا أنا اسم الصنف، بعد ذلك أوكي بهذا الشكل. بعد ذلك أذهب على الأفارمين وأخذ هذا بهذا الشكل وأقول له أوكي، كترل في هنا راح يكون عندنا بهذا الشكل، وبعد ذلك على الفونت سايز نفس الشيء، وأغير الفونت سايز إلى مقدار 20. جيد، إلى مقدار 20. والهند تكست راح أقول هنا أنا اسم الصنف. أوكي، بعد ذلك راح تجد إنه التكست عندك نزل مثل ما هو موجود، أبدأ أحذفه حتى ينزل عندنا فقط الهند تكست. طيب الآن تحتاج إلى بوتون، أخذ هذا البوتون أيضا كترال في كترال سي، وبعد ذلك أبدي أغير أيضا نفس الشيء الفون سايز، أغيره إلى مقدار أكبر، الفون سايز أبدأ أغيره إلى مقدار 20. بعد ذلك أزيد الحجم أخليه بهذا الشكل. أوكي، وإضافة هي كلمة إضافة نفسها، يمكن أنهم تتغير إلى تعديل في عملية التعديل، ولكن بشكل مبدئي تترك إضافة. بالنسبة للأنكر وكل شيء الآن لا نغيره باعتبار أن الفورم غير قابل للتغيير. أيضا نحتاج أنه نضيف إليبس لعملية عمل راوندد، فضيف إليبس على الفورم أوكي حتى يعمل راوندد بالنسبة إلى الفورم، وأزيد من عند مقدار إلى مقدار 20، يكون عندك بهذا الشكل. أو 20 هو 10، قيمته 10. طيب الآن أذهب على الأفارمين وأبدي أضيف تولو بوكس، أبدي أضيف ترانزيشن بون فيو ترانزيشن، أضيفه بهذا الشكل ضمن الإعدادات الخاصة فيها. أوكي، خلينا نرفع هذا بهذا الشكل، هذه الترانزيشن الانيميشن كومبليت اور اوكي بروبرتيز، اجعلها عباره عن سكيل، او اجعلها مثلا اوكي اجعلها سكيل مبدئيا هنا، والانترفول اجعلها بمقدار 3 او 3. اوكي، الان داخل الاضافه احنا لابد انه نظهر إذا كان كاتيجوري، فإحنا نظهر يعني الفورم الخاص بالإضافة، وخلاف ذلك نطبق على الكتب أو الطلاب.
إذن هنا نحن نحتاج إلى أنه إحنا نقول if، يعني ناخذ if state يساوي عندك category capital category، صار الأعلى هو state في الأصل، فإذا كان category فهو إيش؟ عملية إضافة. إذن هو إذا كان category فهو عملية إضافة. إذن هذه هنا عندنا الـ add، إذن هذه add category category. إذن هذا عملية إضافة الأصناف. بعد ذلك لابد أنه إحنا الآن نظهر الفورم الخاص في الإضافة. فالفورم الخاص في الإضافة موجود pr dots presentation layer dots fr category يساوي لك frm، أو خلينا نقول fcat يساوي عندك new من عنده، وبعد ذلك fcategory dot show. أيضا نحتاج أنه نغير مبدئيا الآن لما يضغط على الأصناف غيرنا الستيت إلى كاتيجوري. إذا أوكي، إذا أرجع على الكاتيجوري هذا نحتاج أنه هو نعطيه اسم معين، نقول هذا btn add، وأنزل على المودفاير وأجعلها public. بعد ذلك أرجع على الإضافة وأقول له أوكي الـ fa الـ f dot btn add dot text dot button text button text yes button text. هو إيش راح يساوي لك؟ راح يساوي لك إضافة. أوكي طيب، طبعا الآن احنا طبقنا عليه show، ولكن احنا نحتاج انه نطبق عليه الترانزيشن، عملية الانيميشن. فراح اقول له point of view transition، انزل الاسفل راح تجد point of view transition. اوكي point of view transition dot show sinec، وبعد ذلك امرر له ال fcat. اوكي الآن نعمل start ونشاهد النتائج. أوكي للأصناف الآن إضافة صنف المفروض يعرف أنه هذه هي إحنا في حالة الإضافة الأصناف، إذن إضافة. أوكي ظهر عندنا الأصناف، تكتب بعد ذلك اسم الصنف وبعد ذلك على إضافة حتى تتم عملية إضافة الأصناف. الآن أنا راح نتوقف ونكمل في فيديو آخر.